اسمي لارا الشيخاني، أنا اليوم عم ممثل حركة مناهضة العنصرية. نحن كجمعية منوثق ومنكشف أعمال عنصرية بلبنان. رح نبلش بالأول نحكي شوي عن كيف تأسست الجمعية، أندن شو القصة من وراها، نحكي شوي أكتر كيف منحارب العنصرية بلبنان وكيف فينا بالدول العربية. كتير مهم باللقائنا بلارا لأنه نحن موضوعنا عن العنصرية، فلازم نقعد مع حدا خبير وخبرنا شو عم بيصير بالبلد او شو في حالات ممكن يعرض لنا اياها، لانه هيدا جزء من البحث اللي نحن بدنا نعمله هذا الاسبوع، لنقدم فيديوهات بتصيب صلب موضوع التحدي. بال2010 كان في جروب صوروا فيديو ببحر، واحد من البحور المعروفه بلبنان. كان في صبيه من اثيوبيا رايحه لحالها على البحر، ما قبلوا يفوتوها. نحط هيدا الفيديو على يوتيوب، أخذ كتير ضجة. من بعدها صار في كذا فيديو تاني بنفس الطريقة. من بعدها صار في كتير تواصل مع العمال الأجانب بلبنان يلي موصلي من أفريقيا وجنوب آسيا. أغلبية الأشخاص كانوا عم بيحكوا أنه ما في موقع بيقدروا يروحوا عليه، يحسوا أنه هن فيهم يحكوا بحرية، فيهم يعيشوا ثقافتهم، منه هيدا الموقع مش موجود. وشزواي بلش الأول مركز يلي هو مركز عمال أجانب ببيروت، هيدا كان بال 2011-2012، and then 2016 فتحنا بصيدا وبجونيا. هلأ إذا فينا نفرجي كم فيديو بالأول. اللي بنشتغل عليه بالجمعية منجرب انه المايجرنت وركرز او العمال الاجانب بلبنان ما يكونوا بس اشخاص عم يوصل لهم سيرفيس او خدمة، هن اشخاص اكثر اكتيفست. نحن بنشتغل معهم مع كل الفولنتيرز يلي طوعوا بالجمعية، منجرب قد ما فينا نعمل امباورمنت ثرو كاباسيتي بيلدينغ، سو ورشات عمل. من بعدها نشتغل اكثر اويرنس بالمدارس وبالجامعات عن العنصريه مع الاولاد، نبلش اذن اكثر ديبيت سيشنز مع الكبار بالعمر، منوعي على نظام الكفاله بلبنان اللي هو معتمد كرمال العمال الاجانب، كيف بيسهل يكون في اشحاف بحقهم. other than awareness and the MCCs عم نشتغل على a radio project وبيعملوا episodes عن each country، بيكون عم يشرحوا أكثر عن عوايدهم، عن تقاليدهم، عن the country itself. Of course كل سنة بيعيد العمال نحن و other NGOs بلبنان نعمل مظاهرة كرمال نطالب بحقوقهم كعمال. فينا نشوف كم فيديو نحن عاملينهم ومحطوطين على اليوتيوب والفيسبوك، ناخد منهم شوية inspiration. Alright. يعني العنصرية تختصر على أبيض وأسود ولا؟ دفنتلي لا، لأن في عنصرية بلبنان بين مسلم مسيحي، بين لون بشرة، بين فيها تكون يعني مختلفة. العنصرية هي بتصير وين ما كان، ومثل ما قالت لارا لازم كلنا نتفاديها، إن كان إنه نشارك بالجمعية أو نعمل نحن نشاط، أو مثلاً إنه نحن شخصياً إنه ما نتعامل مع الآخر بعنصرية. سو نور الدين، أنت عن فئة السينما صح؟ في أفلام معينة بتعرف عنها؟ أفلام عربية قليل، يعني يمكن آخر فيلم لبناني كان قضية رقم 23 عن التمييز العنصري بين لاجئين فلسطينيين واللبنانيين، مواطنين لبنانيين. في مسلسل عربي اسمه ساق البامبو عن يعني شاب أمه أعتقد فلبينية،
كانت شغالة ببيت كويتي وأبوه كويتي و يعني بيضيع بين الناس ما بعرف غيرها. في وثائقي انعمل هديك السنة اسمه A Made for Each، هو حكي أكتر عن كيف المكاتب مكاتب استخدام الخادمات وقدي بيلعبوا بالبروفايلز العاملات الأجنبيات. فيلم تاني أو دوكيومنتري تاني هو Made in Lebanon، انعمل من المنظمة العالمية أو الدولية للعمل، بيحكي أكتر عن كل المشاكل اللي بتواجهها العاملة الأجنبية من أول ما تترك بلدها ومن قبل كمان، كيف ما في تدريب هونيك، كيف كل شيء على المطارات، الحالة بلبنان بس تفوت من على المطار، المشاكل اللي بتتواجه بقلب المنزل، وكل هول الممارسات نوعا ما التعسفية بحق الإنسان. هي أنا في الفئة حقت الارت ديزاين، وش ممكن مش في شيء ممكن أقدمه الموضوع هذا؟ بدك تعرف شو المسج اللي عم تجرب تنقلها قبل ما تبلش. يعني الحلو بالأفريكان كولتشر إذا بدنا نحكي إنه كتير في ألوان، كتير في فيجرز، كتير في عرفت، فميبي إف يو يوز ذات فكرة كتير حلوة. مع الأسف إحنا في عام 2018 وبعدها العنصرية موجودة، وأنا أشوف المجتمع العربي مع الأسف في عنصرية بس متكتمين عليها، ما في إعلام كبير يسلط الضوء عليهم مثل أفلام مسلسلات. في انتهاك لحقوق شعوب أخرى ممكن تلجأ للبلدان العربية، وهذا شيء محزن جدا. إن شاء الله تكون المعلومات مفيدة بالجلسة اليوم. التامية اللي عم تشتغله هو صعب كتير، إن شاء الله تقدروا تطلعوا بأشياء كرياتيف بنفس الوقت توصلوا المسج اللي بدكم توصلوها. وgood luck. هيدا الجمعة غير كل الأسابيع لأنه هي ما قبل الفاينلز، فمن بعد ما خبرتنا سيلين عن التحدي طلعت بفكرتين وهلأ رح أقلها عنهم. هاي سمر. هاي سيلين، كيف فيك؟ ماشي الحال وأنت؟ طبعا الحمد لله، كثير مبسوطة منك عن جد، قد إيه تقدمتي من أول أسبوع لليوم، عن جد تستاهلي محل ما أنت اليوم. انبسطت كثير بس سيلين قالت لي انها فخوره فيي، لانه حسيت انه كل الجهود اللي عملتها بكل هول الاسابيع كانوا مبينين يعني ومعروفين، ولانه هي من دونها ما كنت تطورت بهالسرعه. فان شاء الله هذا الاسبوع نكون على قد الشيء اللي قلت لك اياه. ما بعرف شو بقوله ببلاش. فخبريني شو وضع الافكار؟ بالنسبة لموضوع الحيوانات الأليفة رح أحكي عن فوائد اقتناء بات للاثنين، يعني الوالنس للشخص للهيومن بينج وللكلب نفسه. مثل شو مثلاً؟ مثلاً إذا بتمشي مع الكلب أو شيء بتتشجع أكتر لا تبدأ تعملي هيدا الشيء، إنه المشي، والمشي هو كمان بيساعد بكذا شيء. أوكي فهمت عليك. إنه الفيزيكال ليدز تو. أوكي هيدا. وبالنسبة للوالنس في هي هرمون الأوكسيتوسين، أنا مش هفوت فيها كتير. أوكي إيه دخيلك وايد على شيء ساينتفك. أكيد مش هقول شو هي، إنه هرمون السعادة هي عند اثنين بتتنشط، يعني بس اثنين يطلعوا بعض أو يصير في كونتاكت بيناتهم يعني هو بنشط هرمون السعادة، فاثنيناتهم بيحسوا حالهم مبسوطين. أوكي. هي أنا قسمتها بوينتس يعني عند هيومن بوينتس عند الباتس، وش الأشياء اللي بتجمعها. أوكي بتجمعهم. أوكي I love it، كتير حلوة الفكرة، موافقة ومرتاحة أني موافقة، لأنه هلأ الله يستر تاني موضوع. فكرت أحكي عن كيف عملت الوالنس، هي اجتمعوا عالم صود بيد من كذا محل، يعني مثلا من الهند اكتشفوا اليوغا والأيورفيديك دايت، من اليوكي اكتشفوا يعني الفاكت أنه تعملي دايت أصلا، الصين اكتشفوا الشاي والمنافع الشاي وهيك أشياء، فإنه العالم اللي عم تحكي أو تتمسخر مثلاً على السود أو شيء، يعني هن اللي ابتكروا أشياء نحن هلأ عم نعملها نحن ك إنه for example كعالم بيد، هن عم يعملوا يوغا، عم يعملوا كل شيء، وهي already السود هن اللي اخترعوها. الفكرة حلوة بس مش بس أبيض وأسود، يعني فوت أكثر بالأثنيسيتيز. وتاني شغلة كمان كتير مهمة بدك تعمليها هي إنه خلي المسج يوصل منه لحاله بالآخر، بلا ما نوصل رسالة بالآخر إنه
اكزاكتلي exactly. رساله مباشره، خلي كل الفيديو يفرجينا او يوعينا على انه كل شيء نحن عم نعمله خاصه بالويلنس هو جاي من كذا محل، وهدول كذا محل لو ما اجتمعوا نحن ما كان عندنا ويلنس. اوكي، وهيدا الشيء اللي جمعنا از وات ميكس الشيء القوه اللي عندنا اياه نحن، انه ما يكون في مسج مباشر احلى. اوكي أحسن، لأنه واضح المسج، يعني رح يكون واضح بالثرو الفيديو، رح يعني الشيء مبين، يعني ما مش بحال. طيب سمر موفقة. Thank you. إن شاء الله يكون عندي الفرصة أن أقعد بعد مع سيلين لآخر تحدي. وما هلأ صار وقت أنه أروح كامل ريسيرش، أطلع بالأفكار للفيديو، صور وأقدم التو فيديوز تبعي، يعني إن شاء الله ما يكونوا الأخيرين. اليوم المفروض تكون أفكاري جاهزة لأقعد مع سيلين وأطرح عليها أفكاري، بس للأسف يعني من كتر ما في أفكار براسي أنا معرفت أعتمد على شيء كتير فيه تشتت، يعني من مبارح لليوم ما بعرف عد كم فكرة إجت براسي. يمكن أحكي بشكل عام أنا عن أكثر من حيوان، ولكن القصيدة تكون شاملة يعني عن الحيوانات. قصيدة عن الحيوانات؟ لا لا قصيدة؟ لا مش نسر. أوكي، لا بس خلينا نكون واضحين، لأنه قصيدة يعني صرنا شوي عم نحكي يمكن قصيدة أولاد صغار إذا عم نحكي عن الحيوانات. لا قصيدة ممكن أحكي عن أكثر من حيوان، ممكن أحكي عن الفيل. عن الفيل؟ فيل؟ لحظة حيوانات أليفة. كثير أليف. شو كثير أليف؟ حيوانات الأليفة يعني تحطيها ببيتك؟ نربيهم يعني. بتربيه؟ خيل طيب، خيل. أنا قلت لسيرين عن الفيل وهي انصدمت، فكيف لو قلت لها إنه مبارح كل الوقت عم ببحث عن دب الباندا؟ ببيتك ما في فيل، في يا بسينة يا كلب يا عصفور. طيب أوكي، بصير عصفير؟ إيه أكيد. منيح تمام، بس أكيد مش فيل. أنا كنت حاططه ببالي لأنه العصفور بعدين شلت. لا العصفير. إيه. شلتهم لأنه قلت هيدول مش حيوانات. بلان قلت خلص خلينا على الفيل، حباب الفيل. لوكيشن تصوير قول القصيدة نصها بمتحف الحيوانات البحرية، ممكن هيك لوكيشن وراي قصص حيوانات أحواض سمك، حتى احواض السمك بتصير. ايه السمكه الصغيره اللي بتجيبيها على البيت كمان فيها تكون. في هدول احواض السمك، في هدول كلوكيشن يعني بالمتحف، بصور مع عصافير وبصور يعني. ايه بس انتبهي لانه صرتي كثير عم افكارك مشتته، مبين انه افكارك مشتته، ما زلتي بلشتي بالفيل مبين انه افكارك مشتته. انا بالنسبه لي ركزي على يا حيوانين، مثلا العصافير، انه لانه العصافير فيك تقولي عنهم قصيده حلوه ولا نثر حلو ولا قصه حلوه ولا شيء هيك، اكثر يمكن البسينه ولا الكلب ما بعرف. بعدين بترجعي بتفكري وين بصور برا، بجيب عصفور بحطه هون، بحطه على ايدي بتعمير اكل، بزقزق ما بزقزق، هدول نرجع بعدين بنفكر فيهم. يعني هن كثير مذكورين بكتاباتي، يعني دائما بذكرهم مع عصافير. طيب لكن هلا ركز الكتابه على العصافير ساعتها، اذا دائما بتذكريهم ركزي اليوم الموضوع على العصافير وشوفي شو معقول تعملي عن الموضوع. بالنسبه للعنصريه، عم فكر احكي عن العنصريه الطبقيه، نظرة هالازدراء أو هالعنصرية اللي بتصير من الأغنياء للفقراء، بس بنفس الوقت كمان على البشرة، يعني موقف يصير بين حدا غني وفقير يبين فيه العنصرية، وبنفس الوقت هو يكون هيدا الشخص من ذوي البشرة السوداء وفقير. يعني لحظة. بس شغلتين هنا. أوكي، يعني أوكي. فقير وبشرة سوداء. كتير فتي بموضوع معين. أوكي. يعني عنصرية الطبقية اللي هي بين غني وفقير، والغني يكون أبيض والفقير يكون، ما هو أصلاً إذا 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 واحد غني ولا مش غني أبيض وأسود هو ردي على الأرجح فيه عنصرية. عرفت يعني ما كتير تزيد تقل على الموضوع تبعي، كتير عم بتقلية للفكرة. لغاية امبارح بالليل وأنا قمة القلق والتوتر، اليوم مروقة شوي، صحيح إنه بعد ما في أفكار معتمدتها بدي نفذة جاهزة للتنفيذ، بس مروقة متأملة إنه أنا بقدر أقدم شيء حلو ولو بآخر وقت طلعت بفكرة. يمكن هاي الفيديو اللي عامله بآخر وقت هيك كيف ما كان يطلع حلو كتير، ما بعرف، متفائلة أنا. مرحبا، اسمي نجيب متري، انا مؤسس مدونة بلوج بلدي.
كانت كل فكرة أنه مثل يكون في مدونة نقدر نعبر فيها عن أرائنا، نخبر العالم وين عم نروح وين عم نجي. وبلشنا بال 2010، دايماً أصعب شيء أول كم شهر لما تقلعوا بحيلا شيء، لأنه نكون عم نكتب 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 وآخرتها يعني بتكون حدا يقراكم، سو عم نبعت لأصحابنا وهيك. ما كان بعد في فيسبوك وبوست وهيك مثل هلأ، فكان كله جوجل سيرش وأورجانيك وبدنا العالم تقرأنا. أنا من زمان عندي بلوك كنت أكتب فيه دائماً، بس بعد ما طلعت السوشيال ميديا تركته. لما شفت بلوك بلدي شجعني إنه أرجع أكتب بالبلوك تبعي وأسوي ويب سايت لفيلم ستيشن وما أعتمد بس على السوشيال ميديا. هيدول some of the posts يلي راحوا فايرل، واحدة منهم إنه كان في لبنانية ربحت وقتها بال 2015 برونز ميدل وهي ذو الاحتياجات الخاصة، وما حدا تقريباً حكى عنها بالهيدا، مع إنه هذا الشيء كتير مهم خصوصاً بالمجتمع اللي إحنا فيه. في قصص اكيد اذا بتكونوا مهووسين سيارات مثلي انه بيطلع طلع لي اوبورتونيتي سوق فيراري منا طبيعيه واطلع معهم، وهي كانت كثير اكسكلوزيف لانه في سيارتين منا هون. وغير قصص حلوه يعني مثلا تعرفت على شخص هيدا اسمه شرب الحبيب يلي بجمع سيارات كولكشن وراح ساق من باريس للصين بسياره عمرها 60 سنه، والزلمه كثير انه رفع علم لبنان وطلع ثاني يا ثالث بالكاتيجوري تبعه، يعني شيء كثير حلو اللي عم بيعمله. الشغل اللي انا اسويها والرسمات اللي انا اسويها هي اللي تتكلم عن نفسي اكثر، بس في لحظات يعني احتاج ان اكتب فيها اشياء اذا كانت بمناسبه، وهنا اهميه يكون عندي بلوج عشان يفهمون اكثر فيه. اوكي، هلا هون السؤال انه فيكم تعملوا مصاري من البلوجينج من الفلوجينج، لان حسب ما فهمت انتم بتكون تعملوا فيديوز. مثل ما قلت لكم يعني ما تعملوا الشغلة الا تعملوا مصاري. اللي بيميز اليوم مدون ام حدا عم بيعمل بيج فيها فيديوز وهيك انه بيكون عنده شيء معين بده يفرجيه لهالعالم، غيره ما عنده اياه، وهذا اللي رح يميزكم. انا مثلا لسنة الماضية قبلت انه حدا يدفع لي لاكتب شيء، ما كنت اقبل قبل لالي، انه انا الريفيو تبعي بكتبها مثل ما بدي، والطريقة اللي بيدفعوا لي كمان يعني بحط سبونسر لما يكون سبونسر، يعني بفرج اللي عم بيقراني القارئ انه هيدي حدا دفع لي حقها، وستيل ما بقبل يبعث لي التكست لانه ما بطل فيه. يعني اليوم اذا ما بعرف اذا من شهر قلت لك اني بحب الايفون ورجعت شفتني عم بيض بالهواوي اللي حقه 300 دولار مخصصه بالايفون، بعد شهرين بقول سامسونج ما بيسوى، برجع بقول سامسونج احلى تليفون. ليه؟ لانه كل واحد حسب شو عم بيدفع لي، اذا ما دفع لي ما بكتب عنه منيح، اذا دفع لي بكتب عنه منيح. هيدا التبدل بالآراء شيء بينزل شيء إيجابي شيء سلبي، هيدا بيخلي الشخص يفقد مصداقيته أو موضوعيته. أوكي، هيدا بس شوية guidelines. هيدا عن جد هيدا لأنه كانت تصير معنا، يعني مثلاً نكون شاغل على بلوك بوست شيء شهر شيء جمعتين مثلاً وشيء كتير متقنه هيك ما حدا يقرأ، ترجع تكتب شيء خبرية عن كلينك أو شيء واحدة من هيدول كل العالم شير ويا الله وشو هيدا، عرفت يعني. هلا العالم بحبوا هيك قصص، يعني هذا اللي اشوفه الديلما اللي دائما انا نفسي ادخل بيه، انه من تحط انت شيء هيك جاذب خلينا نقول الناس تدخل وتعمل كومنت وتعمل شيرز ايه، بس انت اليوم اخذتها بهمك صورتك، يعني انت اليوم بامريكا نيويورك تايمز والواشنطن بوست ما بيكتبوا هيك قصص لانه مش عايزين، يعني بركي بالمجتمع العربي بعدهم هالقصص بتمشي، بس هونيك بالعكس. يعني اليوم بس لحالة نيويورك تايمز اذا بتشوف كيف العالم تقرا صارت اكثر من ورا نيويورك تايمز، لانه في كواليتي بالارتكلز العالم صار بدهم اياها. يعني انت هون كاتب انه هاي الصوره تجذب الناس، وصوره ثانيه انفورماتيف مسج بس زيرو كومنتس، فكيف فينا نعلي جمهور البوست الثاني؟ يعني اللي بدك تجذبهم انه اول شيء بالعناوين، يعني انا لما اكتب عنوان ما بكتب عنوان بزهق، طريقة الكتابة وهي كمان SEOs، يعني بدك تعرف تحط الكلمات المضبوطة وهيك، ومع الوقت بيمشي الحال. طب لمين عم بكتب؟ سؤال كتير يعني مهم، لمين عم بكتب؟ إذا أنا كتبت وما حدا قرأ شو بستفاد؟ بدي رسالتي توصل وأكبر نسبة من العالم تقرأ كتاباتي. أوكي، فنصيحتي لكم مثل ما قلت لكم، يعني ما تعملوا الشغلة لأن بدكم مصاري، إذا عندكم شي شغف أم شي عن جد مميز فيكم تفرجوه للعالم اشتغلوا عليها وتعبوا عليها وبيمشي الحال، بدها وقت بس بيمشي الحال. Good luck. Thank you very much.